وفتوا ولهون ناقص حكمه ويتعاملوا مع الأحزاب كاملة، اللي باقي هو يتعامل معه واللي باقي من الأحزاب يتعامل معه. وأهمنا أن من أجل تقدم الديمقراطية وترسيخها ومن أجل الحفاظ على التوازنات بين الأحزاب واحترام رأي الناخب بدون ضغط بدون ترغيب بدون ترهيب أن الأمثل وهي طلبة المعارضة فرادى وجماعات عن رئيس الجمهورية يعد منع عن هذا الحزب ويعود حكم بين الناس وفوق الأحزاب. هذا تبان من الأشياء اللي ما وجاءوا معه، وإحنا بعد نعتبره أن هذه القضية أنها خطيرة على مستقبل الديمقراطية وراجين أنها ينتبه لها. إياك ما تلوح لنا شيء ما نعرف شنو. نصل للمحور الأخير في هذا النقاش السيد أحمد الدادا زعيم المعارضة الديمقراطية، وهو رؤيتكم في المعارضة للعلاقات الخارجية للبلد. هنا نتحدث في الهم الداخلي، ما هي انشغالاتكم الأساسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلد، وهل لديكم ثوابت الآن فيما يتعلق بملامح هذه السياسة وببعض المواقف الأساسية والتي تلقي بظلالها الآن على الصعيد الوطني والعربي، قضية فلسطين، موقف من العلاقات مع إسرائيل؟ يعني كيف ترون كتاب السياسة الخارجية الآن؟ قال بعض المفكرين عن السياسة الخارجية ما تقول منبثة السياسة الداخلية، نعم، اللي يلا تعود تتجاوب مع الأغلبية اللي في البلد. هاي الأغلبية دائما عندها إحساس وعندها ثقافة سياسية وعندها تاريخ وعندها عواطف يا رب تحترم لها. ظهر لي أنا بالنسبة لموريتانيا دائما يلا تم عندها علاقات جيدة مع جيرانها به اللي المحيط الجيوسياسي مهم جدا. جيرانها من الشمال وجيرانها من الجنوب، ظهر لي عن فيها قضية مهمة جدا اللي هي قضية الصحراء عن موريتانيا، يلا تلعب فيها دور نشط إياه في تعاون في تقارب وجهات النظر، ياك يجبر لها يوجد لها حل توافق بها اللي تهدد موريتانيا أكثر من أي بلد، على وثن العواطف على وثن القضايا الكثيرة اللي تجعل موريتانيا مهتمة بهذا الموضوع. تعرفوا عنها الرأس الأبيض أنه هو الوثيق بالنسبة لاقتصاد موريتانيا، وتعرفوا أن ما في حدود حقيقية بين الصحراء وشمال موريتانيا، وتعرفوا أن اللي الأهم نداء والأكثر إلحاح هو بناء المغرب العربي، وياك البناء متعثر أو مستعثر به اللي هاي القضية ما هتلحق، ويجد الموريتاني ما تعود فحسب متفرجة ولا هي مع أحد من الأطراف، حق هي دورها يلا يعود دور توافقي يقير يلا تعود نشطة لي، ومن يخرصوا البنية الأوروبية هي في الأزمات في السابق دائما الدول الصغيرة هي اللي تلعب الدور الأساسي به اللي تتعاطى مع الدول الكبرى كاملة ولا يتنافس مع أحد. قال لي عن هذا الدور موريتانيا تنمو وتهتم به وتعطيه ما قال لي مر لي عن مالي والسنغال بالخصوص أن يعود عندنا معهم علاقات متميزة وعندنا ذا علاقة الله والخير اللي دول ثانية شقيقة وجار وإحنا هما يربطنا ياسر من القضايا. وهذا اللي عانى
البعد العربي الموريتاني عنه مهم جدا. وموريتانيا كدولة ماذا يكون ضد القمع وضد الاستعمار وضد الاحتلال. تعرفون أن في وقت ما كان جواز الموريتاني فيه تحريم استعماله في الدول اللي كانت محتلة إفريقيا كيف البرتغال كيف إسبانيا في وقت ما كيف جنوب إفريقيا في العنصرية. بالنسبة لفلسطين ما يجد إنسان عنده قلب يتحرك يسكت على اللي خالده. هذا نزف الدماء العربية اللي خالق اليوم في غزة واللي خالق في في العربية. هذا شيء مخيف وإلا بعض من جانب الإنسانية ما يجد حد يسكت عليه حد فيها مازال بقية من الإنسانية. ينصد زعيم المعارضة يعني هل لكم كلمة أخيرة في نهاية اللقاء استسمح الوقت المخصص البرنامج تم تجاوزه بكثير عن العلاقات مع الكيان الصهيوني. نعم نقول لك عنها علاقات في ظروف اللي ما زالت مرفوضة ما هي علاقات طيبة. وموريتاني ما تقدر تعود قال عن الطيرة اللي عم تهرب. موريتاني ما تقدر تعود مثلا الظروف اللي فيها فلسطين والظروف اللي فيها العالم العربي ما تقدر تعود موريتاني وحدها معتزلة وعادلة نفسها وطارحة نار عليها وموسم فهي القدم. وهذا حقيقة مثلا من الأشياء اللي يا الله يعود الناس كاملة طرحالوا بلدهم اللي نبعهم خاصة نحن ما أننا كيف المغرب اللي فيه جالية يهودية. نعم. ما أننا كيف تونس اللي فيه جالية يهودية. ما أننا كيف مصر اللي كانت فيها كانت من دول المواجهة. معنى هني مرحب بمواقف بعض الدول من هذه القضية. يقول بعد يحاولوا يبرروا شيء. احنا الصداع عندها شيء باطل ما هذا زعم بدهم. طيب لان السيد زعيم تحاول يقول هو عن الرئيس المقام في الحملة عن دور استشار الشعب الموريتاني على مصير هذه العلاقة. مرة أخرى راني طالب بأنه استشار الشعب الموريتاني على العلاقات. وأنا قاعد اللي قرر الشعب الموريتاني إلا من أمانة إلا من غزيته. إن غويته غويته وأنت وانت أرشد غدي أرشد وأرشدي. يعني ككلمة أخيرة وحوصلة لكل هذه المحاور والقضايا التي أثرناها معكم السيد أحمد الدادة زعيم المعارضة الديمقراطية وضيف الساعة هنا هذه الليلة في التلفزيون الموريتانية، ماذا تودون قوله في النهاية؟ إلى أين يجب أن تسير السك يعني والقافلة على السك؟ أولا راجعا التلفزيون الموريتانية عنها تصالح مع أنفسها ومع مشاهدينها. أنا أتحمل المسؤولية ونقولها عندها جانب عصري زين عندنا لا بأس به اللي هو شكلها ورق عادي وفيه نوع من في بعض من الذراعات الشكلية اللي عند التلفزة اللي احنا نحيو ومفيد طيب نختيرها حقيقة لكن لا يوجد انفتاح تحاول تلعب دورها بصورة أمينة مثلا حد لا يستضيف وتقول له كيف انت والسيد ولكن انا شخصيا بس مدير قبل انا اللي عندي مسؤولية في هذا البرنامج ولكن انا اصارحكم سيد عمري لم اكن اتوقع ان هناك مشكلة ان هناك كمين انه وجد موارد تشكل كمين يعني تقول لك وين عن الحكومة الحكومة اللي تواجه المشكلة عند لا الحكومة ما هي ليس ان دار العمر ولا زي صحيح ليس ان دار انا غير ان خالد ياسر